ثلاث سنين نستعمل فيها جوا، ركبوا لي كليات البقرات، عملوا لي كابتور في السكوري، ربطوه لي بالتليفون، نتبع في الابليكاسيون لاباس. البقر مش تولد يقولوا لي قبل بثلاثة جمعات، ذاك يحضروا لي ولادة مرتقبة خلال ثلاثة أسابيع. البقرة تبدأ شالور مش تطلب الفحل كيف كيف يقولوا لي عليها، البقرة ما هيش مرتاحة يقولوا لي التليفون يقول لي عليها. لا لا بس فكرة باهية. معدل الحرارة فهمتني انت في الكوري كذا سخون برشا، تجيني معلومة يقولوا لي راهو الكوري تاعك سخون برشا. كنا لاحظنا اللي فما جفاف كبير، نقص في الامطار ياثر على البلانتاسيون، كيف كيف التغيرات هذيا تاثر على الابقار بارتفاع الحراره وارتفاع الرطوبه زاده في اوقات معينه. الشيء اللي ياثر على انتاج الحليب ديريكتومون، معناها المربي يلاحظ اللي في الصيف البقره نتاعو تنجم توصل انها طايح 30% من انتاجها في الحليب، وياثر على الخصوبه نتاعها، تولي ما عادش معناتها تشد التلقيح كما احنا نقولوا، مصروف كبير عليه ياسر في التلقيح اللي غير مثمره.